حاجة بالنسبة للزوج أو الزوجة، هو أنا لازم أبقى صريح بما فيه الكفاية وأقعد مع زوجتي أقول لها أنا بدي أهل كذا، أو هي تقعد معايا تقول لي وأنا بدي أهل كذا، ولا الموضوع يعني مش مستاهلة؟ مش قاعدة. ليه بقى مش قاعدة؟ لو إحنا كويسين مع بعض، يعني لو أنا اللي ممكن أقول لك لو أنت لقيتك مقصر معاهم وانا اللي ازقك اقول لك، يعني انا كويسه معاك بالعكس اهلك بحس انهم اهلي، يبقى هنا في المساحه اقول لك وتقول لي، فاهم؟ بنقدر. لا هاجي في يوم اقول لك ده انت مقصر عشان خاطر واهلك واحنا اولى والبيت اولى من اللي انت بتديه لاخواتك ولباباك ومامتك، وانت هتقول لي كده وانا بشوف حاجه من مرتبك، ما انت مضيعه كله بتديه لاهلك، لو ما فيش بينا الكلام ده وماله لما نقول لبعض. لكن لو احنا بينا مشاكل وانت عليك واجب ناحيه اهلك ما تقولش. انا اختلفت معاك. ما تقولش. لا انا اختلفت معاك في ايه؟ ليه بقى؟ ما فيش مشاكل والدنيا ماشيه، والدنيا ماشيه زي الفل، وانا ربنا بيكرمني بخير زياده عشان خاطر اهلي، وهي ربنا بيكرمها بخير زياده عشان خاطر اهلها، مش لازم نقعد بالسنتي. انا اديت كذا وعملت كذا، وعلى فكره انا طلعت جزء من العشور اديته لفلان، انا شخصيا مش مع كده، حتى لو الاثنين علاقتهم مع بعض 100 فل و14 زي الفل. مش فكره انه بالسنتي، يعني انا الراجل ومراته لما بيبقوا صحاب، وانا بحب العلاقة دي جدا، الواحد ومراته لما بيبقوا صحاب، هو مش كل واحد بيدي تقرير للتاني هو بيعمل ايه، انت بتعمل ده من باب المحبة، من باب الراحة. طب بصي بقى هقول لك انا على بجد حاجة. استني بس استني. طب انت ما سمعتنيش. قول. حتى لو هم اصحاب وحبايب و100 فل و14، هو انا ليه النهارده مثلا لو هساعد اخويا او اساعد امي او اساعد ابويا، هو انا ليه اقل، يعني اقل منه قدام مراتي حتى لو مراتي دي فوق راسي؟ صح، انا مش مختلفه معاك، بس انا اقصد مراتك إيه؟ لو هي كويسه مش هتشوفها انها قل. اوكي، لا بس انا مش مطالب ان لا هو الزوج ولا هي الزوجه، احنا مش مطالبين ابدا مش ان احنا ندي كشف حساب للتاني بالسنتي وبالمليم. صح. وبال صح. يعني مشي الدنيا لو الدنيا لما ماشيه، لما تبقى مطالب يعني انت تحس ان انت مطالب، فانا هرد دلوقتي واحنا بنتناقش اقول لك لا انت مش مطالب بده، لكن لو انت من نفسك انت حاسس انك، هقول لك حاجه مخرمه منك، الحسبه مخرمه منك. خلاص، وهي بقول لك صاحبتك مش مراتك، وانت قاعد تحسبها بالورقه والقلم ان انا عايزها تكفي، فانا لازم اطلع ده عشان بابا وماما عشان العلاج بتاعهم، ولازم اطلع بس الحته دي، فهتلاقيني قلت لك ايه، قلت لك طب ما احنا ممكن ناجل الحاجه دي كذا، فاحنا اتناقشنا، فدي ما فيهاش حاجه، انت مش بتقدم لي حساب بالسنتي. انا بصي انا مع فكره مشي الدنيا لو الدنيا ماشيه، ما حدش مطالب قوي ان هو يدي كشف حساب بالمليم، ده رقم واحد. رقم اتنين، صدقيني ان انت لو بتدي فعلا وبتدي بضمير صالح وبتدي بقلب محب هيبقى في بركه، هتلاقي في بركه. صح. وهتلاقي ربنا هيزود دخلك باي شكل من الاشكال، هتلاقي نفسك بتعمل حاجه بعد الشغل ربنا بيديك اضعاف اللي انت تستاهله، عشان انت مغطي حته انت مداري عليها. انت ابوك ده كان في الاخر راجل محترم، وكان راجل مثلا مدير في الحكومه وبتاع، بس هو لما خرج معاش على قده، يعني بياخد له 2000 3000 جنيه فعلا مش مكفيين، ما بين دواء وما بين علاج وما بين مصاريف هنا وهنا مش مكفيين. فانا ليه انزل من صورته قدام مراتي حتى لو مراتي دي يعني حب العمر وفوق راسي وما فيش ما بيننا اي مشاكل؟ انا شايفها مش لازم، مش لازم برضو ان هي تيجي تقول اصل انا اديت امي كذا، اصل اديت ابويا، مش عايز اعرف. انا يعني انا بشوفها مش عايز اعرف، يعني ليه ان احنا ممكن واحنا قاعدين كده في قاعده يبقى انا باصص ان فلان ده بياخد كذا، او ابويا ده حاسس ان مراتي عارفه فهو يا عيني عينه مكسوره سنه. انا بشوفها كده. طب انت بتشوف بقى رد فعل الزوج الراجل لما هي اللي بتبقى بتساعد اهلها، يعني هو عارف دخلي، انت عارف مرتبي انا قد ايه، خلاص وما عنديش المساحه قوي يعني، والدنيا مش ماشيه ان انا ما اقولكش، لان انا بساهم بجزء كبير من مرتبي في التزامات البيت. ماشي. خلاص، فانا بقول لك رد فعل الراجل عاده بيبقى ايه؟ هرد عليك بنفس الرد اللي انت برضو، بس من غير ما المفروض. انا مش عايزه المفروض. لو راجل وابن اصول وجدع ولا يسالها، لو عرف ان هي بتدي اهلها ولا يسالها. صح. ولا يحرجها ولا يحرجهم، ولا حتى لم يعني، عشان يعني بقول لك فكره ان كرامه الشخص الكبير ده ما تقلش في نظر حد ولو سنتي. الناس دي جهدت وعفرت وتعبت طول الحياه، ما يبقاش المقابل ان انا اقول لها على فكره بتدي كتير، ما تدي قليل.
انت مالكش دعوه تدي كتير ولا تدي قليل، طالما هي بتساعد في البيت وست محترمه، وهي لما بتبقى بتعمل كده اكيد بتوفر في بند تاني كان ممكن اصلا تصرفه، وتقول لك انا الجزء ده اصلا انا كنت هجيب بيه حاجات ليا فانا هساعد بيه اهلي. فالجدعانه والرجوله والست الجدعه الست المحترمه لا يقللوا بعض، لا يقللوا نفسهم قصاد بعض، ولا يحبوا ان اهلهم يقلوا في نظر التاني. صح الكلمه. يبقى انا رديت وقلت لما يبقى ابن اصول وراجل بجد وجدع هو ده التصرف اللي هيخرج منه. تمام. وسحق رد نفس رد الست برضو لو هي بنت اصول هتعمل كده مع جوزها، يعني في الاخر هي راجعه احنا مش بنمن عليهم. لو انا عارفه ان انا جوزي مش بيمن على اهله باللي بيعمله، هو عارف ان دي مش منة انا بمن على اهلي، وان ده اللي المفروض واقل واجب ان انا اعمله معاه، محدش فينا هيقول للتاني انت ازاي بتعمل كده، ولا مطالب ان انا اقدم كشف حساب. وطالما مش بتحكم ولا بالعافيه ولا بحد هو شايف انت ازاي، بس في واحد او حما ممكن هي اللي تفضل ماسكه مرات ابنها، يا اللي خلصتي مرتبه، يا اللي عملتي، يا اللي سويتي، ما كان ممكن توفري، ما انت شايفه الحياه عامله ازاي، او تمسك ابنها وتقول له ايه، ما هي مخلصه فلوس مضيعه فلوسها على اهلها. تقول كده، استني هبه، احنا قلنا عشان قبل كده اتكلمنا في القصه دي مش عايزين نعيدها تاني. الحما اللي تقول كده هي ما عندهاش مشكله، هي ابنها اللي عنده مشكله الحقيقه، هو ابنها اللي عنده حته في الرجوله ناقصه. انا بكلمك بمنتهى صح، بس انا بقول لك ده بيحصل يعني في اللي زي كده. لا دي كده ما اسمهاش ان انا بساعد اهلي او برد لهم الجميل خالص، ده حد مصر انه يفضل مسيطر ومتحكم وبيبقى فرحان قوي وسعيد وهو شايف الدنيا ولعه في بعض، سواء عند الرجل او عند الست. احنا بنتكلم في المبدا بتاع التدخل بالشكل ده، بيتنا كياننا مملكتنا الصغيره بتاعتنا، احنا اللي نرتب امورها ونهندلها، هو او هي. انا بصرف ايه على بيتي، بوفر ايه، عندي التزامات ايه، هساعد هنا اهلي، انا هنا هساعد اهلي. يا جماعه دي اقل حاجه ممكن نقدمها لاهلنا، وما نجيش وقت ما نختلف مع بعض، يا اللي ساعدت اهلك، يا اللي ساعدت اهلك، يا اللي انا هقول لك على حاجه، في نقطه احنا مفروض نقولها في ده كله، عشان بس الخص. انا حابب الخص القصه دي قبل ما اخد التليفونات، وهي الحكمه. ليس من الحكمة ان انت تقول كل شيء تحت بند الصراحة ما بين الزوجين، يعني مش من الحكمة ابدا ان واحد يمسك مراته يلاقي واحدة معدية كده او قابلوها في مطعم يقول لها يا ست دي ده كان بيننا قصة حب جديدة وحصل وجرى وجرى وجرى، هل دي من الحكمة؟ كلام ماسخ ملوش لازمة. فتحت بند الصراحة اوقات احنا بنبقى بنقول حاجات المفروض تحصل، لا مش المفروض تحصل، من الحكمة ان في حاجات تبقى في كل ما كانت في الدرة وكل ما كانت مستخبية كل ما العلاقة تزداد مش تقل، كل ما العلاقة تبقى احلى ما تقلش. وانا بقول ان مش مطالب ابدا ان الزوجة تقعد تقول على اهلها بياخدوا ويعملوا بتاع، او هو يقول انا بعمل وبسوي وبدي بفلان وبدي علان. ادي من غير ما تقول وخلي في حكمة في التصرف، صدقني هتلاقي خير وبيبان خير متفتحة انت ما كنتش عامل حسابها، ويمكن البيبان دي متفتحة عشان خاطر الحاجات اللي انت بتعملها. صح. ناخد تليفونات. صح. ونحفظ كرامة الكبار، يعني نحفظ كرامة اهلنا زي ما احنا اتحفظت كرامتنا من واحنا اطفال صغيرين. طيب. بابا او ماما لا ممكن يبقوا لو هدمه كده تتخيط بس ما يبانش، وما اشتريش لنفسي حاجه جديده مقابل ان انت تبقى لابس حاجه جديده وتبقى لابس جزمه جديده ويبقى مظهرك قدام الناس احسن حاجه وقدام صحابك في المدرسه ولا في الجامعه احسن حاجه. الناس دي او اهالينا جم على نفسهم كتير قوي عشان يوصلونا للي احنا فيه. طيب. فاقل واجب يترد لهم اننا نعمل معاهم، ما نخلهمش يستنوا انهم يطلبوا، او احنا ما نستناش انهم يطلبوا، من قبل ما يطلب لازم تحس بيهم وتعمل معاهم.